والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. أولا نشكر جريرة مستقل البلايص على المجهود ديالها ونستقبل معنا في حياتنا، نقول لها شكرا ألف شكرا لجميع الطاقم ديالها وكذلك لجميعها ونسائها. فعبد الرحمن الطاهر هو رئيس شركة له عدة ندوات ثقافية وعلمية وعقلية واجتماعية 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 ما يناهز 140-150 دواء ما بين 2004-2015. الآن هذه آخر دواء في الواقع جات في سياق الخطاب الموجه من قبل المستشار صاحب الجلالة مراكش 2015، وكانت ديك المناظرة الذين ذهب إلى صاحب الجلالة بالنهوض بالعقار من أجل تشغيل الشباب وخلق مقاولات جديدة من أجل التنمية الشاملة ومن أجل تحقيق هدف وهو خلق استثمارات داخل المملكة المغربية ومن أجل إخراج الطالب والطالبة والباحث والباحثة للعمل الشرعي. وأنا فخور جدا بما قاله صاحب الجلالة في ذلك الخطاب المولوي موجه للعقاريين ولجميع الإدارات العمومية والشبه العمومية. ومن هذا الطلب أقول وبكل افتخار أقول على أن المغرب لا يمكن له أن يكون سريعا، بل الحمد لله والحمد لله نطلعوا درجة بدرجة، راح نبدأ نطلعوا درجة بدرجة. وكنت ترجع لصاحب الجلالة سيدي محمد السادس الذي نادى بالمسؤولية، نادى تقلب هذا الوطن، نادى بالتنمية الشاملة، نادى من جهوية متقدمة من جهوية تنقل لا تيخدم، ولكن مع الأسف تنجبر شي ناس سمعوا الله تيخدم غير بلاش عقل الشباب، حنا الشباب ولفتة خصنا نعاونوهم بجميع الطاقة ديالنا ونوجهوهم من الأدوات الثقافية من الأدوات العلمية. راه لو لم يكن العلم والثقافة والأدوات الثقافية اللي حنا نسجلوا عليها هي اللي مني وحيها، راه ما عمرنا نوصلوا ولا ما يمكن نوصلوا إلا ما كانت واحد الثقافة اللي هي نظيفة ولها قيمتها ولها وزنها لأجل النهوض بواحد المغرب اللي هو جديد، الطلبة ديالو جداد، الدنيا ديالها جديدة، وكل شيء مؤجل. والسلام عليكم. خزينة الدولة بالدول المالية
والمعاملات كل هذا يصب في جهة واحدة وإنجاح الرهانات التي رهن عليها المغرب ألا وهي الأمن القانوني والأمن التعاقدي. أستاذ التعليم العالي، مداخلتي كانت حول اختلالات العقارية وأثرها على التنمية المجالية. شيء طبيعي أن العودة إلى التاريخ إشكاليات ومشاكل العقار تجرنا إلى استنطاقه والوقوف عليه فترة الحماية. لماذا فترة الحماية؟ لأن كانت فيها عملية ضبط العقار سواء من الناحية المجالية أو من ناحية القانون أو حتى من ناحية القروض، على اعتبار بأن كانت انطلاق نشأة المدينة جديدة. وكلت إشكالية العقار لمديرية الفنون جميلة التي أحدثت بهذه المناسبة، وكان يترأسها المهندس بروس. ومنذ ذلك التاريخ تقاسمت المسؤولية هذه المديرية مع البلدية التي كذلك تم إنشاؤها لهذه الغرض، وخاصة أن أحدثت بها مصلحة الأشغال البلدية. منذ ذلك التاريخ بحيث أنه كان التعمير خاص للمعمرين الفرنسيين، في حين أن كان إهمال المغاربة إلى حين 1946. وفي تقرير قام به المهندس إيكو شارد لشخص الوضعية وقف على مجموعة من الاختلالات. هذه الاختلالات مع الأسف أن تم إرثها في فترة الاستقلال، وبقي الوضع يتراوح ما بين الإدارات التي تسار على العقار والتعمير وكذلك البلديات، إلى أن مع الأسف أن البلديات التي أوكلت لها مهمة التنمية على مستوى الشأن المحلي كان لها جهل بإشكاليات التعمير، وأصبح التعمير يدبر من طرف الإدارات المركزية وصولا إلى الجهوية المتقدمة التي طرحت إشكالية التعمير على المستوى الجهوي وكيفية النهوض بهذا القطاع. مع الأسف هناك عدة متدخلين، هناك عدة نصوص لهؤلاء المتدخلين سواء لإدارة وزارة التعمير أو الإدارة المصلحة الخاصة بالتعمير على مستوى الوزارة الداخلية أو وكالة حضارية أو مؤسسة العمران أو كل الفرقاء. كل متدخل من هؤلاء له نظام خاص وله قانون خاص، وبالتالي تشعب المتدخلين وتشعب هذه القوانين أعطى اختلالات على مستوى التعمير، وهذه الاختلالات انعكست على ما هو مجاني.